تعرف على الشروط الواجب توافرها في أضحية العيد. تعد الأضحية من شعائر الإسلام، وهي ما يذبحه المسلم من البقر والغنم والإبل في أيام النحر تقربا إلى الله. شروط أضحية العيد. هناك عدة شروط يجب توفرها في الأضحية تتعلق بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها. أن تكون الأضحية من الأنعام مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصح التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين 34. وهناك 10 أحاديث صحيحة أن الأضحية من الإنعام ولا يجوز أي شيء أخرى. عمر الأضحية. أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع، فيشترط في الإبل أن تكمل 5 سنوات فصاعدا، والأبقار فيشترط أن تكمل 2 سنين فصاعدا، في حين أن الماعز يجب أن تكمل 1 سنة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم 6 أشهر وأن تدخل في الشهر السابع. وصفات الأضحية. أن تكون سليمة وأن تتصف بخلوها من الإصابة بعيب في اللحم والشحم كالمرض الواضح والعرج والعمى، ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلى المضحي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيب، فيقدم الأضحية ذات الصفات المستحبة. عن أنس قال: ضحط النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الاشتراك في الأضحية. الأضحية من الغنم تجزي عن أهل البيت الواحد، ولا يجوز الاشتراك فيها بين أكثر من شخص، وإنما يضحي بها الرجل الواحد عن نفسه وكذلك أهل بيته. أما الإبل والبقر فيجوز الاشتراك فيها بين 7 أشخاص أو أقل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحجف، مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل 7 من في بدنة، أما الشاة فلا تجزئ إلا عن شخص واحد، وله أن يشرك غيره في ثوابها كأن يشرك أهله ونحو ذلك. وذلك ما فعل هنبي حين ضاحنا ككشين، فقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحط باهي. وقت الأضحية. يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، مع العلم أن أيام التشريق التالية لعيد الأضحى وتذبح في النهار فقط. ويؤخذ بعين الاعتبار أن الأضحية إذا ذبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تعد بحكم الأضحية. الانتفاع بالأضحية. يستحب أن يجمع المسلم بين الأكل من أضحيته والصدقة والهدية منها، فلا يوجد حد، فيأكل بعضها ويتصدق ببعضها ويهدي بعضها، ولا يشترط أن تكون القسمة 3 متساوية. المفاضلة بين الأضحية والصدقة. من المقرر شرعا أن الأضحية أفضل من الصدقة، لأن الأضحية سنة مؤكدة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدين، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفساً.